بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل هذا العمل علما نافعا ينتفع به، وارزقنا أجره في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في التسجيل ده على الـ A B C D E of trauma. طبعا في تسجيل قبل كده بنتكلم على الـ A B C D E approach، هما الاتنين قريبين من بعض، بس انا هنا هبدأ اركز اكتر على الحاجات اللي هي related في التروما كجزء من الكورس اللي هو basic trauma course. فياريت قبل ما تسمع التسجيل ده تكون سمعت الجزء بتاع الـ A B C D E approach، عشان يبقى التسجيل ده اسهل وابسط والاعلى استفادة. اول حاجة احنا قلنا ان الـ A B C D E approach انا بمشي بنظام معين مهتم بالحاجات اللي هي بنسميها life threatening injury، اللي هي فيها مشاكل، اللي هي هتموت العيان الاول. يعني لو الايروي مقفول المريض هيموت، لو مش قادر ياخد نفسه هيموت، غير لما يكون متعور وعنده رجله كلها اتقطعت. فده الحاجات اللي هي الموست كريتيكال. فازاي بنتصرف وبنعمل مانجمنت لسيفير مالتيبل انجري بيشنت اللي هو عنده اصابات كتيره او انجري؟ اول حاجه لازم نعمل كلير ريكوجنيشن، اللي انا الاول اعمل ريكوجنيشن واتعرف على الحاله، بعد كده احدد ايه هي اهدافي وانا بعالجه اللي احنا بنسميها الانيشال اسيسمنت. ومن هنا في تسجيل برضو قبل التسجيلات دي اسمه البرايمري سيرفي او البرايمري اسيسمنت اللي هو التقييم المبدئي للحاله. بعد كده بخش على المريض بشوف ايه هي الحاجات اللي هتموته. يعني ايه هي الحاجات اللي هتموته؟ اللي هي لو فيها مشكله هيموت قبل اي حاجه تانية. طيب ايه امثله لللايف ثريتنينج انجري؟ اللي هي الاير واي اوبستراكشن، لو المريض اتمنع عنه الهواء لمده 3 دقائق هيموت، فلو الاير واي مقفول هيموت، مش شرط بقى بينزف في سكينه في بطنه، مخبوط في راسه، مفيش اير واي داخل جسمه هيموت. تاني حاجه شيست انجري ادى الى ان هو مش قادر ياخد نفسه، ادى الى بريسنج ديفيكالتي، مش عارف ياخد نفسه هيموت. في برضك من ضمن اللايف ثريتنينج انجري اللي هو سيفير اكسترنال هيموريدج، واحد عنده نزيف واتقطع عنده الفيمور الارتري وعمال ينزف بطريقه رهيبه، ممكن يخلص دمه كله في النزيف، او سيفير انترنال هيموريدج، سواء بقى ان الاورطه حصل فيه انجري ولا حاجه او ارتري كبير. برضك من ضمن اللايف ثريتنينج انجري اللي هو الابدومينال انجري، اللي هو مثلا واحد خد سكينه في بطنه، خدها في الليفر، خد سكينه قطعت بطنه وفتحت بطنه، ده تعتبر من اللايف ثريتنينج انجري. من هنا اجى مبدا بنسميه مبدا الترياج. اللي هو ايه الترياج؟ اللي هو انا لما بيحصل عندي مشكله، حادثه، مصيبه كبيره، بيحصل ايه؟ ان انا ببقى عندي مثلا 10 دكاترة المفروض يعالجوا 1000 مريض. فبيجي بقى من هنا فكرة الترياج. ايه هو الترياج؟ الترياج ده اللي هو انا بقدر اصنف العيانين، الحالة ده حالة المريض ده اخطر من المريض ده، يبقى هعالج مين الاول؟ هعالج المريض اللي حالته اخطر، واللي يتأجل ممكن يتأجل شوي. في نفس الوقت حتى في المريض الواحد انا بعمل نظام الترياج. يعني ايه نظام الترياج؟ انا بشوف المريض ايه هي الحاجة اللي هتموته دلوقتي؟ اللي هيموته دلوقتي ان هو عنده اير واي اوبستراكشن. هو عنده في حاجه تانية ممكن تموته اللي هو البليدنج، بس اول حاجه ممكن تموته هو الاير واي اوبستراكشن. فانت بتعمل ترياج وبتحدد اهدافك. فايه هو بقى الاي بي سي دي اي ابروتش؟ اول حاجه هي الاي اير واي، بي بريسنج، سي سيركيوليشن، دي ديسابيليتي، اي اكسبوجر. عامل الوقت مهم جدا. ليه؟ انت وانت بتعمل برايمري سيرفي او البرايمري اسيسمنت للمريض لازم الحكايه دي كلها تاخد ايه البرايمري اسيسمنت في خلال دقيقتين 3 دقائق، تكون ايه عملت البرايمري اسيسمنت. ليه؟ لان المريض الدقيقه بتفرق معاه، ممكن تفرق معاه ما بين الحياه والموت. فلازم تبقى تعمل الاسيسمنت بسرعه، تقييم الحاله بسرعه، تخش وتعالج اللايف ثريتنينج انجري بسرعه. يعني انا عندي مريض عنده سيفير بليدنج، خلاص اقوم انا جاي على الحته اللي بتنزف واقوم قافلها، سواء بقى بتورنيكيت او ان انا اربطها او اضغط على الارتري، ليه؟ لو سبته هيموت. فعامل الوقت مهم جدا. هنبدا بقى نتكلم دلوقتي على
المشاكل بتاعة ال A B C D E بتاعة التروما بس ككلام تروما. هنقول ال Airway النقط المهمة فيه، ال Breathing النقط المهمة فيه، ال C Circulation، ال Disability ال Exposure ككلام related في التروما. ليه؟ عامل الوقت مهم جدا في التروما. فأنا هخش على طول على الحاجات اللي هي يعني ايه related للتروما. اللي عايز مزيد من التفاصيل، عايز كلام اكتر، عايز يعرف معلومات اكتر وبصورة اوضح، في تسجيل زي ما قلنا قبل التسجيل ده في الترتيب بتاع الكورس اللي هو ال A B C D E approach. لكن الكلام في التسجيل ده specific لل A B C D E approach of trauma عشان يكون الكلام واضح. لو دخلنا بقى بعد كده على ال Airway، اول حاجة انت لازم تقيم ال Airway. تقيم ال Airway ازاي؟ يعني الأول بتشوف هل المريض بيتكلم ولا لأ، بتنفس لوحده ولا لأ. يعني هنفترض مريض داخل عليا الطوارئ هو بيتكلم، بقول له ازيك يا عم الحاج، قال الحمد لله، أو أنا في مصيبة يا ابني، أو قام شاتمني. بما إن المريض بيتكلم إذن هو قادر ياخد نفس ويطلع نفس، صح؟ ممكن أبص على المريض أحسه بس كده بلوك ليسن أند فيل زي ما قلنا قبل كده، ألاقيه قادر ياخد نفسه، صدره بيتحرك بطريقة طبيعية، الاير واي سليم، مش باين على اي ديستريس ولا اي حاجه. ف ده بيخليني اقيم الاير واي بتاع المريض. طب افرض لقيت المريض عنده اوبستراكتد اير واي، لو انا لقيت المريض عنده اوبستراكتد اير واي خلاص بقى لازم اتصرف. اتصرف ازاي؟ احاول افتح له الاير واي، او اشوف ايه اللي قافل الاير واي واحاول افتحه. يعني مثلا بلع لسانه، في عنده سنة قافلة الطريق، هو عنده سبازم، أي حاجة قافلة السكة. فأول حاجة لازم أفتح الإيروي. بفتح الإيروي يا جماعة إزاي؟ عن طريق حاجة اسمها تشين ليفت جو ثراست. بنبدأ بس إيه، هيد تلت، بميل راسه لورا، تشين ليفت وبرفع الفك بتاعه لقدام، أو أعمل له جو ثراست اللي هو بحاول أفتح الإيروي. ممكن نعمل ساكشن لو انا عندي جهاز للشفط وكده وكان في سكريشن ولا حاجه اف افيلابل، بنعمل ساكشن. ممكن نركب له بقى نازو فارينجيال اير واي، ممكن نركب له اورو فارينجيال اير واي. لو مريض بقى انا عندي فيه مشكله ومش قادر ياخد نفس ولا حاجه، ممكن نعمل له انتيوبيشن. بس انا بدخل له التيوب، ممكن اعمل له اندوتراكيال انتيوبيشن او بعمل له تيوب. ده لازم يعملها دكتور عارف يعملها قبل كده، يعني ما تتسرعش انت وتتصرف وتعملها، ده لازم يبقى دكتور اكسبيرينس ويعمل. طيب اهم حاجه وانا بعمل اير واي، لازم اخلي النك بتاعه المريض في النيوترال بوزيشن او بتبقى اموبلايزد. ليه؟ لان احنا قلنا ان من ضمن المشاكل الاساسيه في مريض التروما ان يحصل عنده سيرفايكال سباين، يحصل في اي مشكله انجري. فانا لازم بعتبر ان المريض عنده سيرفايكال سباين انجري الى ان يثبت العكس. فعشان كده يقول لك اي مريض جاي في حاله تروما واقع مخبوط، انت بتعتبر ان السيرفايكال سباين في مشكله، فما بتجيش يمته. فلازم بتخلي النك اموبلايز ما بتتحركش ومثبتها، وبتخلي المريض نايم في النيوترال بوزيشن. عشان كده يقول لك بلاش تعمل الجو ثراست او الهيد تلت لمريض عنده مشكله في السيرفايكال سباين. فالتقييم البسيط بقى في التروما الاير واي، الاول ببص على هل المريض قادر يتنفس لوحده، بتكلم خلاص مفيش مشكله في الايروي، اخش على اللي بعده. طب لو كان اوبستراكتد بحاول افتح الايروي، ولو في حاجه افرازات او حاجه بحاول اعمل لها ساكشن، او اركب له نازو فارينجيال تيوب، او اعمل له انتيوبيشن. خلي بالك ان المريض اللي في حاله التروما لو السيرفايكال سباين في مشكله لازم تعمل نيك اموبلايزيشن وتنيمه في النيوترال بوزيشن. بعد ما خلصنا البي ببص الايه، اسف، ببص على البي. ايه هي البي؟ اللي هي البريسنج. انا ازاي بقيم البريسنج؟ انا بشوف الكواليتي بتاعه البريسنج بتاعه المريض، بشوف هل الاير واي مفتوح ولا لا، بعمل ريد شيك تاني للاير واي بشوفه مفتوح ولا لا، بشوفه هل هو قادر ياخد نفسه طبيعي ولا في مشكله. من ضمن الحاجات اللي بتبقى فيها مشكله في التروما ان انا ممكن الاقي عنده تنشن نيموثوراكس او هيمو نيموثوراكس، فعلى طول بتصرف. بتصرف ازاي؟ ان انا بعمل ديكومبريشن وبعمل درينج للتنشن نيموثوراكس عن طريق ان انا بدخل تيوب او بدخل كانيولا في السكند انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين في
السكند انتركوستال سبيس اباف ذا ثيرد انتر اباف ذا ثيرد ايه ريب، وبعمل درينج للتنشن نيمو ثوركس. طيب هنفترض ان واحد عنده اوبن شيست انجري، بحاول اقفل الشيست انجري دوت وبغطيه. ممكن كمان لو عنده مشكله في البريسنج ومش قادر يتنفس، ممكن اخليه ايه يتنفس عن طريق ارتفيشال فنتيليشن اللي هو بحطه على جهاز تنفس صناعي. اي مريض في حاله تروما بنعتبر ان هو عنده مشكله في التنفس الى ان يثبت العكس. فايه هي الهديه اللي انت بتديها للمريض بعد ما بتفحص البريسنج؟ انك بتعمل له بتحطه على جهاز الاكسجين، ودايما كل شويه لازم تعمل ري اسيسمنت للاي بي سي، انك كل شويه تبص على العيان. ممكن انا خلاص انا عديت الاي والبي، فارجع تاني اعيدهم تاني واتاكد فيهم مشكله ولا لا. بنيجي بعد كده للسي اللي هي السيركيوليشن. احنا بناخد بالنا من السيركيوليشن وبنشوف هل في اكسجين سبلاي واصل لجسمه ولا لا، بنشوف الاير واي مفتوح ولا لا، البريسنج كويس، وبنعمل لهم ريتشيك. طب بالنسبه للسيركيوليشن انا بشوف هل في اكسترنال بليدنج، بحاول اوقفه على طول. لازم اي مريض جاي في تروما بنعتبر ان هو هيخش في هايبوفوليميك شوك، او هو فعلا في هايبوفوليميك شوك، او عنده نزيف الى ان يثبت العكس. فبنركب له تو وايد بور كانيولا، بنركب له انترافينوس لاين، بنركب له الايه الكانيولا على طول، وبنبدا نبوش فيهم فلويد سواء بقى رينجر سكر يعني اي حاجه يعني ملح، على حسب طبعا الحاله وعلى حسب تقييمك انت للحاله، وعلى حسب برضو ما قلنا في التسجيلات اللي اتكلمنا فيها على الفلويد قبل كده. بعد كده على حسب الكميه بقى وعلى حسب الوزن بتبدا تديله الفلويد. الدي هي الديسابيليتي، انت بتعمل رابيد اسيسمنت ل مريض التروما. طبعا ما بتعملش جلاسكو كوما سكيلز دلوقتي لان ما فيش تايم انك تعمل جلاسكو كوما سكيل. انا ببص على المريض بنظام الاي في بي يو، اللي هو بشوف المريض كده هل هو اي اووك، يعني هو صاحي وواعي ومركز وكونشس وفاهم، ولا فيربال ريسبونس، يعني بقول له يا عم الحاج ازيك ارفع ايدك برفعها، ده فيربال فيربال ريسبونس. بينفول ما بيستجبش الا لو عملت له بينفول ستيمولاي، غذيته بابره، قرصته عند الاسترنم، ضغطت على الاسترنم، عملت له اي الم فبدا يستجيب، او ان ريسبونسيف اللي هو لا يستجيب ابدا. فده التقييم اللي هو الاساسي والمبدئي لمريض جالي في التروما عايز اعمل له ري اسيس او اسيسمنت من خلال الاي بي سي دي اي ابروتش. فانا بشوف هل هو اووك، هل هو فيربال ريسبونس، بينفول ريسبونس، ولا ان ريسبونسيف. السيستم ده سيستم سريع بس مش دقيق قوي، فهو بيحدد لي المريض هل هو حالته كويسه ولا لا، وببقى كويك اند كلير. الاكسبوجر اللي هو لازم اي مريض جاي لتروما لازم افتش واقلب فيه، اشوف هو جاي لي في تروما ممكن يكون عنده ايه، يكون عنده مشكله ان هو جاي له نزيف داخلي وانا مش شايف، نزيف حتى في جسمه بس في ظهره انا مش شايف. فبنبدا نعري جسمه ونشوف. طبعا ببص على ظهره اهم حاجه، ببص على النك، ببص على السباينال كورد، لازم احرك العيان وانا بفحص ظهره. ان لاين immobilization is important why، يعني انا بفحص العيان وبشد ظهره وبقلبه بان في ثلاثه بيقلبوه والجسم كله كجذع الشجره كوحده واحده عشان ما اعملوش اي سباينال كورد انجري. وطبعا لازم تكون مثبت السباينال كورد. طبعا اي مريض عريته لازم تغطيه تاني بسرعه علشان المريض اللي في التروما ممكن يخش مني في هايبوثيرميا، والهايبوثيرميا دي بتبقى فيها مشكله اساسيه ان هو بيفقد حراره فبيخش في اسيدوزز، الاسيدوزز ممكن يؤدي الى الريزميا. انا في غنى عن الموضوع ده كله. خلي بالك ان في شويه نقط مهمه في الاي بي سي دي ابروتش، انك لازم تفحص الباك دايما. الدكاتره في الطوارئ بينسوا يفحصوا الباك دايما، افحص الباك، بص على الانس شوف نازل منها دم ولا لا، دايما بص على البلفيك اريا او الريجن يعني الجنتال اريا، شوف في نزيف جاي منهم ولا لا. ما تكتسبش انك تطلب انك تشوف الباك او الانس او الجينيتاليا لان ممكن يبقى فيهم نزيف وانت ما فحصتوش فما شفتوش. خلي بالك ان في دايما الدكاتره بينسوا يثبتهم للسباينال كورد، فدايما اي مريض يجي لك في تروما افترض ان السباينال كورد في انجري الى ان يثبت العكس. اي مريض جاي لي في تروما لازم نعمل له ثلاثه انفستيجيشن اساسيه، ان احنا بنعمل لاترال سيرفايكال سباين اكس راي، بنعمل له شيست اكس راي، وبلفيك اكس راي.
طب ايه هو الهدف من البرايمري اسيسمنت او البرايمري سيرفي في مريض جاي لي في حاله تروما؟ ان انا بعمل ديتكت ودياجنوز وتريت اللايف ثريتنينج، انا مش هعالج حاجه تانية، انا بشوف الحاجات الاساسيه، اير واي مقفول بفتحه، بريسنج مفيش تنفس بحطه على اكسجين، سيركيوليشن في بليدنج بديله فلويد، انا بشخص وبعالج في نفس الوقت وبعمل ديتكشن للحاجات الخطيره اللي هي ممكن تخلي المريض يموت مني او يخش في سيريس موربيديتي لو ما اتعالجتش واتلحقت بدري. طبعا ما ينفعش تبعت مريض جاي لك في تروما قول له روح اعمل لي اشعه الا لما تبقى مثبته، فاي اللي هو الراديولوجيكال ايفالويشن should be done only after the patient has been stabilized، يعني لازم الاول اثبت المريض وبعد كده ابدا ابعته يعمل اشعه، يعمل تحاليل، ابعته اي مكان لازم يبقى حالته ستيبل، ما بعتوش هو لسه بينزف، ما بعتوش وهو ظهره مش متظبط، ما بعتوش من غير ما يكون السيرفايكال سباين متظبط. في قاعده برضك اساسيه، اي مريض او اي حاله جايه لك عندها ستروك بلاش توطي الضغط بسرعه عشان ما يحصلوش مشكله. فايه هو الستروك؟ يعني الستروك ببساطه مريض عنده هايبر تنشن زائد اي اعراض سواء سيبتوم او ساين معاها نيورولوجيكال مانيفستيشن. يعني لو جاي لمريض عنده هايبر تنشن ومعاه ساين اوف لاترالايزيشن، عنده اي اعراض نيورو بلاش توطي الضغط بسرعه. ليه؟ الاول ابعته يعمل سي تي، لانه هو ممكن يكون ستروك، فعلاج الستروك هيختلف عن العلاج انك توطي الضغط بسرعه. فتاني ومهمه جدا، اي مريض جاي لك ضغطه عالي ومعاه اعراض نيورو بلاش توطي الضغط بسرعه الا لما تعمل له سي تي عشان ما يخشش منك في اسكيميك برين ويخش في المشاكل دي. نلخص تاني ونعيد تاني بسرعه الاي بي سي بتاع التروما. الاول ببص على الاير واي مقفول بفتحه، في افرازات بنعمل سكشن، عايز اركب له تيوب او بركب له نازوفرينجال تيوب بركبها. خلي بالك النيك لازم تبقى اموبلايز ما بتتحركش والمريض نايم في نيوترال بوزيشن، بريسنج مش عارف ياخد نفسه، بتحاول تشوف ايه المشكله وبتدي له اكسجين، السي بتشوف فيه بليدنج وبتركب له كانولا وتعلق له محاليل، الدي اللي هي الديسابيليتي بتفحص حاله المريض هل هو واعي ولا مش واعي، بيستجيب فيربال ولا بينفول على حسب الحاله، الاكسبوجر بتعري العيان تشوف وتقلب فيه هل في اي نزيف او اي مشكله، ولازم تنقل العيان ما تبعتوش يعمل اشعه او تحليل او اي حاجه الا لما يبقى المريض ثابت. اي مريض يجي لك الطوارئ لازم تعمل له ثلاثه انفستيجيشن رئيسيه، هي اللاترال سيرفايكال سباين عشان تشوف هل هو عنده مشكله في السيرفايكال سباين ولا لا. تاني حاجه بتعمل له شيست اكس راي تشوف الشيست فيه مشكله ولا لا، تشوف البلفيك ريجون تعمل عليها اكس راي عشان تشوف فيها مشكله ولا لا. كده انتهى التسجيل بتاع الاي بي سي دي اي ابروتش بتاع التروما. طبعا التسجيل ده مختلف اختلاف تام وابسط عن الاي بي سي دي ابروتش اللي شرحناه في الاول، بس لازم تسمع الاثنين مع بعض لان كل واحد بياخد جانب من الجوانب عشان تبقى مغطي الموضوع كله. اتمنى ان التسجيل يكون عجبكم. اللهم ارزقنا، اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم جنبنا الرياء وارزقنا الاخلاص في القول والعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. أرجو من الله أن يكون هذا العلم ينتفع به، وأن يرزقني الله به خيرا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل هذا العمل، اللهم آمين.